جينا بقى للأهرامات بتاعتنا، هنشوف مين هيبني هرم أسرع وهيهده أسرع. البنا الأهرامات ده بقى بتاعنا احنا مصريين بقى، افتكر جدودنا كده. ونقول أنا هديكوا بس تب أول قاعدة أساسية، 6 كوبايات، أوكي؟ يلا ريدي ستيدي جو. يا سلام يا سلام، الله على النظام. مين هيخلص الأول؟ معرفش، أهم حاجة اللي يخلص يشيل إيده ويقول خلصت عشان أشوف الهرم واقف كده منور. ايوه شوف بقى هتعمل ايه، توقفه ازاي. برافو، في تركيز رهيب عند الفريقين. برافو، في هنا ضلع كده. 2 كوباية حبيبي، خلي بالكم موضوع الكوبايات ده. الله، احنا هنا في التالت، احنا في التالت. يلا انت اللي كسبان اصلا، توتر من ايه؟ فوق بقى فوق. ايه اللي هتحطه فين؟ حطه بينهم يا حبيبي. ده وصبة ابتدى يثق في نفسه بقى. وايه هما دول 6 اللي تحت دول؟ بقوا 6. خلصت خلصت. يلا ليه بسرعه، انت لسه بتبني، يلا بسرعه. شفت بقى وقعوا منك، بسرعه يلا. ها 1 2 3، بص دول 2 كوباية، 5 6. هيكسب قبلك، هيكسب قبلك. اعمل ايه اعمل ايه؟ يلا يا ابني. انت بتعمل ايه ده كده؟ انت عمال تزود القاعده ليه؟ مش قلت لك 6؟ مش ممكن مش ممكن، لخبطه رهيبه. الفريق الاصفر طبعا فاز بجداره. برافو يا سليم. ايه يا اسر، اعمل ايه تاني؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه في اللعبه الاخيره اللي على الترابيزه.